نعم سيد أحمد، وكما يبدو للكثير أن أيضا الحرب اختلفت منذ حرب 2006، فأصبحت أكثر تطورا. هناك حروب الجيل الخامس والحروب السبرانية وغيرها مما شاهدناه في الأسابيع القليلة الفائتة، يعني هجمات مختلفة وبأساليب مختلفة من الجانب الإسرائيلي على لبنان وتحديدا حزب الله وأيضا الداخل اللبناني. ولكن في تقديرك، هل يستطيع حزب الله بما لديه من خبرة في التعامل مع إسرائيل بالاستمرار في هذه الحرب الشعواء وتحقيق مزيد من الإصابات في إسرائيل، أم أنه سيتحمل أو سيعمل على التدرج في عملية قواعد الاشتباك مع إسرائيل؟ أنا أعتقد أن حزب الله يعيش حالة إرباط، يعني وسببها عملية البيجرز، يعني استهداف القيادات قطع خطوط الاتصال على وأثر كثيرا على حركة الحزب وردود أفعاله. صحيح أن هناك وحدات صاروخية ووحدات طائرات مسيرة، وهناك إسناد من اليمن، من سوريا، من العراق تقوم به الفصائل المتحالفة مع حزب الله، ولكن عمليا القيادة في داخل لبنان يعني ميدانيا، فحتى هذا الاستهداف، إسرائيل دهرت الاستهداف مقر قيادة حزب الله، هو إشارة واضحة إلى أن يجب أن يبقى حزب الله بلا قيادة، يعني أنه هي استهدافات نوعية حقيقة ضخمة جدا ومؤثرة جدا، ولكن لأن إسرائيل تدرك خزين حزب الله من الصواريخ حتى القبة الحديدية. يعني عمليا إسرائيل لديها ثلاث منظومات من هذه، يعني تحتاج إلى ذخيرة، فإذا استهدف حزب الله إسرائيل برشقات يعني مئوية إن صح التعبير، قد يستنفذ قدرات هذه ويصيب يعني استهدافات كبيرة، خصوصا بعد أن استخدم عمارة ثلاثة، فهناك يعني صواريخ بالستية وصواريخ متوسط المدى التي هدد بها قد تحدث أضرارا، خصوصا أن خارطة استهداف حزب الله هي مربع حيفا، وهذا المربع الحقيقة هو المربع الاقتصادي الذي تعتمد عليه إسرائيل لتجاوز أزمة هذه الحرب. فعليا إسرائيل فيها أضعف، يعني من على المستوى الداخلي إسرائيل تصدر القوة وتستخدم أقصى درجات القوة لأنها ضعيفة فعلا، يعني من الداخل عندها مشاكل اقتصادية، ميناء إيلات تقريبا خرج من الخدمة، حزب الله وحماس والحوثيون يستهدفون تل أبيب وحيفا، المناطق الحيوية والسيادية والاقتصادية التي هدد حزب الله باستهدافها. فإذا ما يفسر الإفراط بالإجرام واستخدام القوة هو التخوف الحقيقي أن يتم يعني ضرب العمق وإفشال ضرب العمق الداخل الإسرائيلي وأحداث أضرار اقتصادية وإفشال خطة نتنياهو. فنتنياهو يتسابق مع الزمن، يريد أن يحقق وتركيزه على استهداف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، هو يدلل أو يؤكد على هذه الفرضية، بمعنى أن الدولة التي تستخدم السرديات الأمنية بشكل مريح هي ليست مقترنة برد الفعل، ولكن التي تستخدم الدولة التي تستخدم الاستهداف السريع والمتلاحق والمتصاعد أنها تخاف من ردة الفعل. ولكن عمليا حزب الله حسب قراءتي وحسب معرفتي بتركيبة هذا الحزب، هو ليس حزبا تنظيميا يعني تستهدف، هو حزب أفقي يعتمد على قواعد ويعتمد على وحدات. فعموما حتى إذا قتل حسن نصر الله فسوف لن يعني لن تنقطع خيوط، لأن حسن نصر الله هو الأب الروحي للحزب، يعني هو ليس قائد ميدان، القيادات الميدانية المؤثرة التي عفوا استهدفتها إسرائيل هي المسؤولة عن هذا الموضوع. عموما حزب الله يشهد أزمة، ولكنه أيضا يمتلك يعني قدرات الرد على، ولكنه في أضعف حالاته بكل تأكيد، يعني إسرائيل أجهزت عليه بشكل سريع ولم تعطيه مجال لإعادة الالتقاط.